بكم في مدارس الوطن العربي. كنا قد بدأنا بالحصة السابقة بدرس مقتطفات من رسالة جلالة الملك للشباب، والآن سنكمل ما تبقى من هذه الوحدة بمراجعة القاعدة النحوية: إن وأخواتها وكان وأخواتها. طلابي، تعرفون أن الجملة في اللغة العربية تقسم إلى نوعين: الجملة الفعلية والجملة الإسمية. وكما درسنا سابقاً، فالجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وكلاهما مرفوع. ولكن ماذا يحدث عند دخول إن وأخواتها أو كان وأخواتها على الجملة الإسمية؟ لنرى. اتفقنا أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، فعند دخول إن أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية تصبح أركان الجملة إن أو إحدى أخواتها زائد اسمها منصوب زائد خبرها مرفوع. ولا ننسى طلابي الأعزاء أنها حروف. وكان وأخواتها أفعال، فتصبح أركان الجملة عند دخول كان أو إحدى أخواتها عليها اسمها مرفوع وخبرها منصوب. نذكركم بأن وأخواتها وهي ستة حروف. إن أنك أنت لكن ليك لعل، إن أنك أنت لكن ليك لعل. أما كان وأخواتها مكونة من 13 فعلا، فمنها ما يدل على الزمن. تخيل نفسك عزيز الطالب داخل ساعة وابدأ معي: كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات. ومنها ما يدل على التحول صار. أما ما يدل على النفي ليس، في حين أن ما يدل على الاستمرارية ستة أفعال، وهم ما برح، ما دام، ما زال، ما فتئ، من فك، ظل. تتبع معي كتابك الصفحة 39 لنقوم بحل الأسئلة معا. السؤال الأول: أدخل على الجمل الآتية ما بين القوسين مغيرا ما يلزم. ألف: الوطن ملك لجميع أبنائه. نلاحظ هنا أن دخول سارة على الجملة الإسمية أحدث بعض التغيرات، فالوطن هنا اسم سارة مرفوع، وملكا أصبحت خبرها منصوب، فتصبح الجملة: صار الوطن ملكا لجميع أبنائه. ب: الناس متحابون. عند دخول لعل أصبحت الجملة: لعل الناس متحابون. ج: المشروع ناجح. عند دخول أمس على الجملة أصبحت: أمس المشروع ناجحا. د: الإذاعة نجم في سماء الوطن. عند دخول كأن أصبحت الجملة: كأن الإذاعة نجم في سماء الوطن. ها: الشارع عريض، السيارات كثيرة. عند دخول لكن على الجملة تصبح: الشارع عريض لكن السيارات كثيرة. يجب أن ننتبه للحركات بعد دخول إن وأخواتها أو كان وأخواتها على الجملة. نلاحظ أن اسم لكن هنا منصوب بالكسرة لأنها جمع مذكر. لأنها جمع مؤنث سالم. السؤال الثاني: أدخل
أخواتها، ثم إحدى كان وأخواتها، وأجل التغيير الثاني. ألف: الثمار ناضجة. عند دخول إن على الجملة تصبح إن الثمار ناضجة. فكر طالب العزيز، ما الفعل المناسب من أخوات كان لإدخاله على الجملة لتصبح جملة تامة صحيحة؟ مثلاً: أصبحت الثمار ناضجة. انتبه هنا على الحركات في اسم. هنا عند دخول أصبحت الثمار ناضجة، لأن اسمها أصبح مرفوعاً وخبرها منصوب. ب: المواطنون متعاونون. نلاحظ هنا أن دخول لعل وهي إحدى أخوات إن جعلت المبتدأ المرفوع اسمها منصوب، وبقي الخبر مرفوعا لأن خبر لعل مرفوع. سأترك لك المجال لإدخال كان أو إحدى أخواتها على الجملة. اضبط أواخر ما تحته خط. ألف: إن الصبر مفتاح الفرج. هنا الصبر وضعنا الفتحة لأن اسم إن منصوب، أما خبرها مرفوع وكانت الحركة هنا هي الضمة. ب: كانت المدينة مزدحمة. كانت المدينة اسمها مرفوع، أما خبرها جاء هنا منصوب بتنوين الفتح. تذكر عزيزي الطالب الجموع التي درسناها في الفصل الأول، فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، أما جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ويعامل معاملة الاسم المفرد في الإعراب. نهاية، سأترك لك عزيز الطالب مجال لتختبر معلوماتك في سؤال إعراب. أعرب ما تحته خط إعرابا تاما، ولا تنسى أن الفعل ظل من أخوات كان، فهنا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أما في الجملة الثانية: كأن الليل طويل. كأن من أخوات ماذا؟ ترفع بماذا وتنصب بماذا؟ غلط هاي. أما في الجملة الثانية: كأن الليل طويل. كأن هنا عزيز الطالب هي من أخوات ماذا؟ من أخوات إن وأخواتها. اسمها سيكون ماذا؟ منصوب. أحسنت. وخبرها سيكون مرفوع. أحسنت. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. دمتم سالمين وشكرا لكم. تتبع معي كتابك الصفحة 39 لنقوم بحل الأسئلة معا. السؤال الأول: ادخل على الجمل الآتية ما بين القوسين مغيرا ما يلزم. ألف: الوطن ملك لجميع أبنائه. نلاحظ هنا أن دخول سارة على الجملة الإسمية أحدث بعض التغيرات، فالوطن هنا اسم سارة مرفوع، وملكا أصبحت خبرها منصوب، فتصبح الجملة: صار الوطن ملكا لجميع أبنائه. ب: الناس متحابون. عند دخول لعل أصبحت الجملة: لعل الناس متحابون.
جيم: المشروع ناجح. عند دخول أمس على الجملة أصبحت: أمس المشروع ناجحا. دال: الإذاعة نجم في سماء الوطن. عند دخول كأن أصبحت الجملة: كأن الإذاعة نجم في سماء الوطن. ها: الشارع عريض، السيارات كثيرة. عند دخول لكن على الجملة تصبح: الشارع عريض لكن السيارات كثيرة. يجب أن ننتبه للحركات بعد دخول إن وأخواتها أو كان وأخواتها على الجملة. نلاحظ أن اسم لكن هنا منصوب بالكسرة لأنها جمع